دلوقتي ميعادنا مع الأحداث اللي هتحصل النهاردة، ومنها بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين في القطاع العام والحكومة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الدولة. والنهاردة كمان جامعة عين شمس هتنظم احتفالية مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، واللي بتهتم بفئة الشباب ذوي الهمم. كمان النهاردة في 4 مباريات قوية في افتتاح المجموعات 7 و8 بكأس العالم، والنهاردة كتير من مشاهدينا مستنين يشوفوا رونالدو وهو بيتعامل مع المنتخب بتاعه هيعمل ايه. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين في القطاع العام والحكومة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الدولة تنفيذاً لقرار الزيادة الاستثنائية الجديدة اللي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر اللي فات لتحسين الدخل والمعيشة لدى أصحاب المعاشات والعاملين والموظفين. النهاردة هتنظم وحدة التضامن الاجتماعي احتفالية مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس. المبادرة دي بتهتم بفئة الشباب الجامعي وخاصة الطلاب ذوي الإعاقة، مع توفير كافة سبل الدعم لتحقيق التوافق الدراسي. النهاردة هيحيي المطرب علي الألفي حفل غنائي برفقة فرقته الخاصة على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية. برنامج الحفل هيشهد العديد من المفاجآت، خاصة إنه للمرة الأولى هيكون في أغنيات لأم كلثوم وويجز في حفل غنائي واحد. لعشاق كأس العالم النهاردة موعدهم مع 4 مباريات قوية في افتتاح دور المجموعات للمجموعة 7 و8. هيلتقي منتخب سويسرا مع منتخب الكاميرون الساعة 12 الظهر، ومنتخب أورجواي مع منتخب كوريا الجنوبية الساعة 3 العصر، وهيلتقي منتخب البرتغال مع منتخب غانا الساعة 6، ومنتخب البرازيل مع منتخب صربيا الساعة 9 بالليل.